خربت. طيب جبر الحماس يا جبر. المجموعة الرابعة يا صد صد، مجموعتكم مجموعة العراقب. يلا يا عطونا السؤال. يلا يا رشيد يلا تكفون. عطونا السؤال يا شباب، ما المسألة التي كانت سبب في تعذيب وسجن الإمام أحمد بن حنبل؟ ما نسمع، عيد السؤال. ما المسألة التي كانت سبب في تعذيب وسجن الإمام أحمد بن حنبل؟ يوم القيامة، خلق القرآن، أم التوحيد؟ وش السؤال؟ مسألة إيش؟ ما المسألة التي كانت سبب في تعذيب وسجن الإمام أحمد بن حنبل؟ يوم القيامة، خلق القرآن، أم التوحيد؟ توقع نسوي حلقة بقرة مقص. التوحيد، القيامة ما لها دخل. التوحيد، التوحيد ثبت على التوحيد. من اللي قال توحيد يا رشيد؟ ثبت توحيد، ثبت ثبت ثبت. الثواني الثواني راح ثبت ثبت ثبت. توحيد توحيد. خلاص خلاص خلاص، لا تخاف لا تخاف. غلط غلط يا رشيد، رشيد غلط. وش يا كريم؟ لا سوي ايش علمني يجاوب وارفع صوت او اعطوني صوته بالسبيكر. كيف التوحيد؟ هذا العقارب. الإجابة إيش تقول؟ خلق القرآن. خلق القرآن. كيف شفت التوحيد؟ موسى وطحس ما يقول هذا حاس. الله بالخير يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. معليش والله معليش. صح صح معليش. معليش تقولها إن شاء الله في نهاية البقرة زين؟ صح ولا غلط؟ سؤالك صح والله. لا والله معوضين خير. هي الإجابة خلق القرآن. والله غريبة يا تركي، إجابتكم خاطئة وراحت عليكم 200 نقطة كلها منك وكلها منك. انت ما غير من سدحت عين قصيده. طيب الجوله الثالثه يا شباب. صعب يا رشيد معي انتوا للتوحيد.